وفي الختام بودي يوم أمس واليوم استمعنا إلى من يهنأ بمناسبة مرور سنة على هذه الانتخابات، وأنا بودي أن أعزي الشعب التونسي في ثورته التي تم الانحراف بها عن مسارها الحقيقي ولم يجني منها التونسي أي شيء. في نفس الوقت بودي أن أهنئ الحزب الحاكم بمهاراته القمعية والاستبدادية والفاشية التي استطاع في ظرف وجيز جدا أن يحقق ما لم تحققه الأنظمة الدكتاتورية في مختلف أصقاع الكون، وشكراً.